أهلا بكم إلى نشرة المال والأعمال، نبدأها بالعناوين. مدريد لا تستعجل في طلب مساعدة إضافية لسداد ديونها السيادية. وخلاف ألماني فرنسي حول آلية تطبيق مراقبة المصارف في الاتحاد الأوروبي. أكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دوغيندوس أن مدريد لا تستعجل في طلب مساعدة إضافية لسداد ديونها السيادية، مضيفا أن المصارف الإسبانية ستحتاج إلى 60 مليار يورو لشطب أصول عقارية سيئة. وأشار دوغيندوس إلى أن الحكومة الإسبانية ستكشف في غضون الأيام المقبلة عن خطة مسودة ميزانية العام المقبل وإصلاحات هيكلية جديدة، وستعرض نتائج اختبارات الإجهاد لمؤسسات القطاع المصرفي الإسباني، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها التقشفية لتقليص عجز الميزانية. بدوره استبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن تطلب إسبانيا برنامج إنقاذ مالي إضافيا، مشيرا إلى أن إنها تسير على الطريق الصحيح لاستعادة ثقة الأسواق. كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مجددا عن خلافاتهما بشأن تولي المركزي الأوروبي مهمة مراقبة المصارف في الاتحاد الأوروبي. ودعا أولاند أثناء مؤتمر صحفي في مدينة لودفيكسبورغ الألمانية، دعا إلى الإسراع بتطبيق عملية الرقابة على المصارف الأوروبية، في حين أشارت ميركل إلى أن هذه المهمة يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه وأنه لا داعي للتسرع في تنفيذها. وتأمل باريس في أن يكون لدى الأوروبيين مثل هذه الآلية مع حلول العام المقبل، وأن يتولى البنك المركزي الأوروبي مهمة الإشراف على 6000 مصرف في منطقة اليورو، بينما تفضل برلين أن تقتصر هذه المهمة على المؤسسات المالية الكبرى فقط. أقرت الحكومة القبرصية يوم أمس ميزانية عام 2013 من دون الإعلان عن حجم الميزانية، والتي وصفها المتحدث باسم الحكومة القبرصية بالصارمة. وقال ستيفانو إن التحفظ على الإعلان عن حجم الميزانية حاليا متعلق بمباحثات نيقوسيا مع المقرضين الدوليين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الميزانية تنص على تقليص الآلاف من الوظائف في القطاع العام بخروج شاغليها إلى التقاعد. هذا واضطرت قبرص إلى طلب دعم مالي في يونيو حزيران الفائت لإعادة رسملة مصارفها المحلية بعد عجزها عن الوصول إلى أسواق القروض طويلة الأجل. روسيا تخطو نحو الريادة الأوروبية بحجم سوق السيارات، عنوان طموح لإحدى جلسات منتدى سوتشي الاستثماري الذي جمع هواة السرعة من الروس والأجانب في محاولة للتنبؤ بمستقبل السوق الروسية في ضوء انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، حيث توقع أن تحتل روسيا المرتبة الأولى أوروبيا من حيث حجم السوق. التفاصيل في هذا التقرير. عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية تحدي جديد أمام منتج السيارات الروسية، يفترض خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية المستوردة ضعفين على الأقل، الأمر الذي لن يمر دون أن يحدث طفرة في تدفق السيارات الأجنبية إلى السوق الروسية، وبالتالي يضع المنتج الروسي في ظروف منافسة أكثر صرامة. إلا أن الأمر ليس صعبا كما يبدو، يؤكد أصحاب القرار. أعتقد أن المنتج المحلي في روسيا مستعد لعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومعظم الأمور المتعلقة بصناعة السيارات وقطع غيارها لن تواجه مشكلات تذكر. المشكلات التي قد تبرز تحتاج إلى فترة لإعادة تنظيمها. وفيما يتعلق بضريبة إعادة تدوير السيارات، وافقت الشركات الروسية أي المصنع الروسي على سدادها. بعد إكمال روسيا مشوارها نحو العضوية في المنظمة والذي استغرق 18 عاما، يختلف الخبراء حول مدى وكيفية تأثير ذلك على السوق الروسية للسيارات. ثمة من يحذر من أن يؤثر الأمر سلبا على ما كان لدى صناع الماركات الأجنبية من خطط توطين الإنتاج، أي نقل طاقتهم إلى البلاد. إن التعرفة الجمركية على السيارات ستتقلص عاما بعد عام، ما سيؤدي إلى تراجع الاهتمام بتوطين صناعة
مكونات السيارات، لأنه سيكون بالإمكان استيراد هذه المكونات. لذلك سنحتاج إلى دعم جديد من الحكومة لجعل توطين صناعة المكونات أكثر جاذبية، ولمساعدتنا على الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعناها مع الحكومة. وآخرون أكثر تفاؤلا يشددون على الميزات الاقتصادية التي يمنحها انضمام البلاد إلى المنظمة لجميع المنتجين الروس والأجانب، ويحثون المنتج الروسي على مواصلة توطين الإنتاج الذي يجنبه المخاطر الناجمة عن تقلبات سعر صرف العملات فضلا عن غيرها من الفوائد. هدفنا يكمن في توطين صناعة مكونات السيارات بنسبة 70% بحلول عام 2018، وهذا إنجاز كبير. وإن التحدي الأكبر الذي يواجه روسيا في السنوات القليلة المقبلة هو جعل المناخ الاقتصادي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. وانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية سيرفع تنافسية الشركات الروسية، وسيعزز الاستثمار في صناعة مكونات السيارات الذي سيزداد بفضل زيادة الإنتاج في روسيا. ويبدو أن ما اتفق عليه المشاركون بالإجماع هو مواصلة نمو السوق الروسية للسيارات، متجاهلين ما حل بالطلب على هذه السلع أوروبيا جراء ما تمر به القارة العجوز من الاضطرابات الاقتصادية، حيث تحتل روسيا حاليا المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث حجم السوق في أوروبا. الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام شهدت ارتفاعاً في مبيعات السيارات في روسيا ب 14%، هي وتائر تدفع الخبراء للتوقع بأن تهدى هذه السوق بالريادة على مستوى أوروبا بحلول عام 2014. ديانا كفرغزال، روسيا اليوم، سوتشي، روسيا. رفعت تركيا الضرائب على السيارات والوقود والخمور في محاولة منها لخفض عجز الميزانية الذي قد يتجاوز المستوى الحكومي المستهدف عند 1.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب ضعف إيرادات الخصخصة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وقالت الجريدة الرسمية التركية إن أنقرة رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص على معظم السيارات بمقدار 3% لتصل إلى 40%، وجرى رفع ضريبة البنزين 16% والديزل 23% والخمور بنسبة 17%. هذا وتباطأ النمو الاقتصادي التركي إلى 2.9% في الربع الثاني من العام، ما قلص من جباية الضرائب. توقعت كبرى شركات النفط الخاصة في روسيا لوكويل أن يبلغ حجم إنتاجها من النفط نحو 91 مليون طن مع نهاية العام الجاري 2012. وقال رئيس الشركة وحيد الكبيروف إن حجم الإنتاج تراجع في النصف الأول من العام الجاري 2% إلى 44 مليون و 647 ألف طن. وأكد الكبيروف استقرار متوسط الإنتاج اليومي من النفط في النصف الثاني من هذا العام وتجاوزه مؤشر العام الماضي. وكان الكبيروف قد توقع في صيف هذا العام ارتفاع الإنتاج في العام المقبل إلى أكثر من 100 مليون طن. أجرت المفوضية الأوروبية مؤخرا تحقيقات بشأن اتهام شركة غازبروم الروسية بممارستها الاحتكار في سوق الغاز الأوروبية، ما يشير إلى تدهور العلاقات بين الشركة الروسية العملاقة والاتحاد الأوروبي. ويصف خبراء روس تطور هذه الأحداث بأنه خطير، ويشيرون إلى أن أوروبا تحاول أن تمارس الضغوط على الجانب الروسي بهدف خفض الأسعار. هل سيكون هناك منتصر ما في صراع المصالح هذا بين المفوضية الأوروبية وشركة غازبروم؟ أظن أن الجانبين سيخسران في هذا النزاع، لأن تطور الأحداث خطير جدا. بإمكاننا أن نفهم موقف المفوضية الأوروبية والشركات الأوروبية لوجود منافسة حقيقية في سوق الغاز الأوروبية، وتمت توريدات الغاز المسال من قطر، إضافة إلى تراجع حجم استهلاك الغاز هذه الأيام في الدول الأوروبية. طبعا لا يعني ذلك أن الوضع الراهن لن يتغير بعد مرور 3 أو 5 سنوات، لكن ليس هناك نجاح ملحوظ في تطوير حقول الغاز غير التقليدي في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة. ألا تؤمن بنجاح تطوير حقول الغاز الصخري في أوروبا؟
أستبعد أن يتطور استخراج الغاز الصخري في الدول الأوروبية في غضون السنوات العشر المقبلة، وأوروبا ليست الولايات المتحدة حيث يسهل استخراج الغاز الصخري. على سبيل المثال في صحراء ولاية تكساس الأمريكية المقفرة من الناس، أما في بولندا فالصورة مختلفة تماما، حيث يصعب تطوير حقول الغاز الصخري بسبب العدد الكبير للمدن والقرى والحاجة إلى كميات كبرى من المياه. يعني أنتم تعتقدون بعدم وجود بديل حقيقي لدى أوروبا عن الغاز الروسي؟ في حقيقة الأمر نعم، لكن أوروبا تحاول أن تمارس الضغوط على روسيا وتحاول تأكيد وجود بديل آخر، وبالتالي على روسيا أن تخفض أسعار الغاز. والقضية تكمن في رد الجانب الروسي، وثمة الآن توقعات عديدة بشأن سوق الغاز في أوروبا والعالم أجمع، ولا ينبغي أن نصدق هذه التوقعات لأن الخبراء ارتكبوا أخطاء عديدة في توقعاتهم خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا ما واصلت أوروبا ضغوطها على روسيا ففي هذه الحال سيكون على روسيا إيجاد مستوردين آخرين. وفي الفترة الراهنة يدور الحديث حول آسيا كبديل محتمل لتصدير الغاز الروسي عن الاتحاد الأوروبي، وفي حال إبرام الصفقة الأولى لتوريد الغاز الروسي إلى الصين، وفي حال بناء خط أنابيب الغاز ألتاي الذي سينقل الوقود الأزرق إلى الصين، فسنشهد وضعا مختلفا تماما لسوق الغاز. قال رستم قاسمي وزير النفط الإيراني إن حجم إنتاج النفط الخام في بلاده هذا العام سيستقر عند مستوى الإنتاج الذي سجله خلال العام المنصرم خلافا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكانت الإدارة الأمريكية قد توقعت تراجع إنتاج النفط الإيراني بنحو 850 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2,700,000 برميل نهاية العام الجاري، أما في العام المقبل فرجحت تراجعه ب 200 ألف برميل يوميا. هذا وبلغ إنتاج النفط الخام في إيران خلال العام الماضي 3,500,000 برميل حسب تقرير منظمة أوبك. نهاية النشرة، تتابعون أبرز عناوين الأخبار بعد فاصل قصير مع زميلي محمد أبو سمية. إلى اللقاء.